بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة جادة في أحسن حال. أنا محمد حسين ودي قناتكم ارني سي ام اي فور فري، مكملين مع بعض سيكشن اف 3. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الارتفيشال انتليجنت ودورها في إنها تسهل الإفكتيفنس والإفشنسي في عمليات المحاسبة في الداتا انتري والداتا بروسيسنج والحاجات دي كلها. دور الارتفيشال انتليجنت انها هتسهل عمل المحاسب، هتقلل الريبيتيتيف وورك بحيث ان هي اللي هتأدي الشغل ده، والمحاسب هيشتغل بقى شغل تاني اللي هو هيراقب وهيشرف وهيحلل البيانات والارقام اللي طالعه من ايه من الريبورتات الخاصه بالارتفيشال انتليجنت دي. فكتاب جلايم قال لك ان الارتفيشال انتليجنت دوت عبارة عن برنامج كمبيوتر مصمم للإدراك والعقل والفهم. بيقول لك يعني إيه كمبيوتر سوفت وير ديزاين تو بريسيف وريزون اند اندرستاند. كتاب هوك قال لك إن التعريف الارتفيشال انتليجنت قال لك برضك نفسه كمبيوتر سوفت وير، ماشي، از فيلد ان كمبيوتر ساينس ديديكيتد تو كرييتنج انتليجنت ماشين. دوت مختص ان هو يعمل انتليجنت ماشين، يصنع انتليجنت ماشين سبيشالي كمبيوترز that can simulate human intelligence process، بتحاكي عمليات التفكير او عمليات العقل البشري. طيب هم شايفين كده. طيب artificial intelligence دوت الاختصار بتاعها اللي احنا هنستمر بيه اللي هو AI، ومعروف في مجال IT الـ AI يعني artificial intelligence. تمام، AI use algorithm، تستخدم الخوارزميات which are set of step by step instruction that a computer can execute to perform a task. يعني ايه الخوارزميات دي يا جماعة؟ عارفين انتم لما يبقى انت عايز تعمل او يعني بيقول لك ايه في اوبشن معين يس ولا نو، لو نو طب خد اجراء تاني، لو يس ماشي روح اعمل كذا، بعدين لو نو طيب سيلكت حاجة تانية، بعدين يس ولا نو، لو يس روح اعمل كذا، لو نو اعمل مش عارف ايه. في برامج سوفت وير مثلا يقول لك عايزك تشوف انت هتلبس ايه مثلا بكره، او انت مسافر الدوله الفلانيه فانت عايز تعرف هتلبس ايه، فالسوفت وير بيحلل لك الكلام ده. السوفت وير بيقوم جاي محلل يقول لك لو درجه الحراره اقل من 17 هتلبس جاكيت ومش عارف ايه، لو من 17 ل 20 او من 17 ل 25 هتلبس كذا، من 25 او اكتر من 25 هتلبس كذا. بعد كده يس ولا نو، لو 25 لو متوقع انها تقل عن 25 يبقى هتلبس كذا، لو تفهموا في النهايه يطلع لك بالنتيجه. النو ديت بتقفل واليس يطلع لك بالنتيجه في النهايه خالص. ديت نفس الحكايه بيستخدمها السوفت وير، زي بقول لك ايه في الاخر خالص يقول لك سيف اند برنت. يعني ديت الخوارزميات اللي الخاصه بالارتفيشال انتليجنت ديت، للناس اللي درست كمبيوتر ساينس هتفهم الحاجه ديت اكتر مني يعني. فقال لك some artificial intelligent application are able to learn from data and self correct according to the instruction given. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي احنا كلنا معانا الاندرويد الابلكيشن، اي ابلكيشن بتاع ويزر دلوقتي لو جيت تفتحه هتلاقيه كاتب لك يقول لك النهارده يوم مناسب جدا للجري. طب هو عرف منين الحاجات دي؟ تبص تلاقي بقى ايه جايب لك تعامد الشمس ودرجة الحرارة ودرجة الرطوبة وسرعة الرياح، قعد حلل الحاجات دي كلها وراح طلع لك بنتيجة، قال لك النهاردة سرعة الجري جود، انت ممكن تجري ممكن تمشي. يعني ده نوع مبسط جدا من الايه من الـ Artificial Intelligent Application. فبيشوف عبارة عن بيحلل بقى الحاجات دي ويطلع لك بنتيجة. طيب هنتطرق برضك لانواع الارتفيشال انتليجنت. قال لك ان في ويك ارتفيشال انتليجنت ويطلق عليها بنارو ارتفيشال انتليجنت او سترونج ارتفيشال انتليجنت، وديت مش موجوده دلوقتي، دي موجوده في نظريا بس لكن لسه ما اتطبقتش بنسبه 100%. فقال لك الويك ارتفيشال انتليجنت دوت از ان ارتفيشال انتليجنت سيستم ذات كان سيميوليت هيومن cognitive function. ديت يعني بتقلد الإدراك البشري but also it appear to think.
ممكن تبان قدامك ان هي بتفكر but it's not actually conscious، بس هي في الاخر ما بتحسش ولا بتفكر ولا فيها الحاجات دي كلها. زي ما شفنا مع بعض روبوت صوفيا اللي طلع مع عمرو اديب من فتره، انت بتقعد تساله وتتحاور معاها وكل حاجه، وهي بترد عليك وتحس انها بتبص كده وتبص يمين وشمال وعندها بادي لانجوج وبتتفاعل معاك وتتكلم وترد على كل اسئلتك. الاسئله اللي هي بترد عليك دي بتكون متبرمجه ومتسجله عندها في الهارد ديسك جواها. يعني صوفيا دي عباره عن جهاز كمبيوتر بتخزن فيه الداتا، لما انت بتسالها او بتتكلم معاها مع الروبوت دوت بيرد عليك بناء على الداتا اللي موجوده دي. في نفس الوقت هو مرتبط بالانترنت، مرتبط بالداتابيز على الانترنت. انت لما تساله سؤال مش موجود في الداتابيز بتاعته دي في اقل من ثانيه بيقوم جاي باعي عامل سيرش على النت ويرد عليك الرد المناسب. في نفس الوقت حتى المبرمج برمجها ان مثلا لو الاجابه او السؤال اللي حضرتك سالته لها دوت مش موجود في الداتابيز بتاعتها ولا موجود على الـ على الـ على الداتا اللي موجوده على الانترنت الخاصه بيها، هتقول لك ايه، انا فعلا الحته ديت لسه مش مدركها كويس، انا محتاجه ان انا اقرا علشان اتعلم النقطه ديت. يعني بتحسسك ان هي فعلا حق انسان او حاجه فعلا بتدرك او بتذاكر او بتحس، فبتهيألك كده، لكن هي مش كده فعلا. ديت عباره عن لغه خوارزميات زي ما شفنا بتحلل وتقترح وتشوف وتطلع لك اجابات بناء على الايه، عن المبرمج حاططها لها في الداتابيز بتاعتها. طيب امثله برضك قال لك ايه، weak artificial intelligence designed to perform specific task، تبقى مصممة عشان تعمل حاجات معينة بس. trained to act on a rule programmed into it and it cannot be beyond these rules، مصممة هي في rules معينة بتعملها، ما بتقدرش 1+1 بيساوي 2، ما بتقدرش تعمل rules تانية خالص. rules اللي متسجلة عندها او في الـ artificial intelligence ده في البرنامج هو اللي بيتنفذ بس، ماشيين بالخطوات، لكن ما بيقدرش يعمل حاجة تانية غير اللي متسجلة عنده في البرنامج. أمثلة عن الـ weak artificial intelligence زي الـ voice recognition software. ايه الـ voice recognition software؟ ايه، في عندك سامسونج البيكسي بتاع سامسونج، والاسيستنت الخاص بجوجل، والسيري بتاع الابل، والاليكسا الخاصة بالامازون، ديت زي الفويس ريكوجنيشن سوفت وير، نفس اللي بتحاكي نفس اللي بتعمله زي صوفيا ده، مرتبطه برضك بالانترنت وانت بتكلمه بتهيألك ان هو واو وصل لدرجه من الذكاء ان هو مثلا تقول له اتصل لي بفلان، يتصل لك بفلان اللي عندك على تليفونك، ادلي النور، اطفي النور لو انت عامل سمارت هاوس. الحاجات دي عباره عن انستراكشن، هي كويسه وكل حاجه، بس دي انستراكشنز المبرمج او الناس هي اللي مكوداها وهي اللي حطاها مش من نفسها كده. برضك الروبوتك بروس اوتوميشن اللي احنا درسناها المحاضره اللي فاتت دوت نوع من الويك ارتفيشال انتليجنت، ودي عليها سؤال على فكره. قال لك ان برضك الاندستريال روبوت دوت من الويك ارتفيشال انتليجنت. عارفين انتوا الاندستريال روبوت بيبقى مصمم ان هو دراع في المصنع على خط الانتاج، شيل دي من هنا حط هنا، شيل دي من هنا حط هنا، حاضر يا فندم، ماشي بالخطوات، مجرد ان هو ينزل كده يشيل الحاجة يشيلها يوديها الناحية التانية، ينزل يشيل الحاجة من هنا يوديها الناحية التانية. بس المادة الخام مثلا لو في خط الانتاج دي، لو المادة الخام دي مثلا بلاستيك هو بيشيله خلاص، ملوش دعوة المادة الخام دي، ممكن تكون بلاستيك، لو حطيت له حتة حديدة هيشيلها ويحطها بردك، لو حطيت له حتة خشبة هيشيلها ويحطها بردك، هو مش عارف، هو بيشيل من هنا يحط هنا وخلاص، بتبرمج يشيل ويحط من ايه، من مكان لمكان. زي ما نشوف دلوقتي في الماشين فيجن قدام ان هما ازاي خلوا الدراع دوت يبقى مور سمارت، بس هقولها لكم دلوقتي. طيب السترونج ارتفيشال انتليجنت بقى دوت قصته ايه؟ قال لك از ايكوال تو هيومن انتليجنس، ده يعتبر زي الذكاء العالي الانسان بالظبط، اند اكزيست اونلي ان ثيوري، دوت بس نظريا او في القصص. فيلم ماتريكس، لو حد فيكم يفتكر فيلم ماتريكس، ان هو كان الانسان اخترع روبوت او اخترع انسان آلي يعني، بعدين الروبوت ده تفوق على ذكاء الانسان، والروبوت ده فجأة كده اكتشف ان الانسان ده
هو مصدر الفساد اللي في الكوكب، وقال لك بس احنا لازم نقضي على البشر ده كلهم، واستخدم البشر ان هم ينتجوا الطاقة، وان هم اللي يشغلوا لهم دنيتهم، والروبوت هو اللي عايش. فيلم ترمينيتور بتاع ارنولد شوارزنجر برضك، دوت نوع من السترونج ارتشال برضك. مسلسل اللي جه في رمضان كان اسمه مسلسل النهاية، اللي جه في رمضان اللي فات. يعني كل دوت ايه قصص بس، لكن لسه ما تطبقش فعليا الايه السترونج ارتفيشال انتليجنت. يبقى سترونج ارتفيشال انتليجنت سيستم وود بي ايبل تو ريزون، ممكن يكون عنده الريزون وميك جادجمنت، ويقدر بقى ياخد قرار. هي المشكلة بقى نفسها هنا في اتخاذ القرار. تمام، يبقى الفرق بينك وبين الآلة ان انت دلوقتي انت اللي بتعرف تاخد القرار، لكن الآلة ديت بتحلل، لكن بناء على ممكن تديك قرار لكن بناء على الداتا اللي متحطلها او البرمجة اللي هي متبرمجة عليها، لكن مش هتقترح داتا جديدة. انت في العقل البشري ممكن تاخد تجمع داتا من هنا وتجمع داتا من هنا، وبريزون معين او باوبشن معين انت تقترح داتا جديدة خالص، علشان انت عندك مخ ربنا خلقنا بيه. لكن الآلة ديت دي استحالة طبعا تحاكي العقل البشري، ده حاشا لله يعني، ده كله حاجات نظرية لسه، فعلا الحاجات دي ما اتطبقتش. تمام، يبقى ميك جادجمنت، ليرن تتعلم، بلان تخطط، سولف بروبلمز تحل المشاكل، كوميونيكيت كرييت اند بيلد اتس اون نوليدج، تعمل قاعدة بيانات للمعرفة الخاصة بيها، اند بروجرام اتسلف وتبرمج نفسها. دوت السترونج ارتفيشال انتليجنت. ولازم نعرف ان السترونج ارتفيشال انتليجنت دوت بس موجود ان ثيوري، مش موجود في الحقيقه. It would be able to find solution for an unfamiliar task. يقدر يشوف حلول لأي حاجة غير طبيعية لو unfamiliar task without human intervention، بدون تدخل بشري. طيب دي كلها مقدمة حلوة ولذيذة. تعالوا نشوف الـ IMA طالب مننا في الجزئية دي. هنا الناس اللي بتحط الامتحان بتوع الـ CMA قال لك احنا عايزين منك في الـ Learning Outcome Statement اللي انت تـ Evaluate where technology can improve efficiency and effectiveness of processing accounting data and information. عايز يعرف انت ازاي ممكن تستخدم التكنولوجيا الحديثة دي زي الـ Artificial Intelligence في ان انت تزود الـ efficiency والـ effectiveness of processing accounting data. تمام، يبقى دوت هيجاوب عليه السؤال ده الحتة اللي جاية دي بالظبط. تعالوا نشوف، يلا بينا الابليكيشن بقى ازاي هنستخدم الابليكيشن اوف ارتفيشال انتليجنت. فقال لك the following are ways artificial intelligence can be utilized to improve the efficiency and effectiveness of processing accounting data. ودوت النقطة اللي مطلوب مننا في learning outcome statement. تمام، ودوت يعني لو جه سألك في محور الامتحان في او في الاسي او في multiple choice هيسألك في الجزئية دي، دوت المطلوب منك تعرف. تمام يا شباب، فقال لك ان انت ازاي هتستخدم الارتفيشال انتليجنت ان انت تزود الكفاءه والفعاليه بتاع عمليه البروسيسنج. فهنشوف، هنتكلم تقسيمه هوك قسمها لاربع نقاط. قال لك اول حاجه الروبوتك بروس اوتوميشن، ودي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. تمام، دي بتزود الانتاجيه طبعا، بتشيل زي ما قلنا بتنفذ الريبيتيتيف ورك، زي ما درسناها مع بعض المحاضره اللي فاتت. الديجيتال اسيستنت زي الابلكيشنز اللي على الفون والصوفيا مثلا والجوجل اسيستنت والحاجات دي. بردك في انظمه الاي ار بي زي ما نشوف دلوقتي، فيها الفويس ريكوجنيشن وتقدر تتكلم معاها، وفي الماشين فيجن، الماشين فيجن وفي الماشين ليرنينج. تعالوا نشوف كل واحده فيهم. هنبدا من رقم 2 اللي هي الديجيتال اسيستنت. فقال لك الديجيتال اسيستنت دوت في حاجه اسمها شات بوكس، بتحس ان الكاستمر انت عارفين دلوقتي في خدمه في البنوك، في سيلف، في مكان او في بنوك فروع انت بتروح، دي فروع اقول لك فرع الكتروني، انت بتروح تتكلم مع مكنه، بتروح تتعامل مع مكنه. تمام، فقال لك
من خلال ايه بقى؟ من خلال الشات بوكس دوت. تمام. some ERP system incorporate digital assistant. بعض الاي ار بي بيكون فيها ديجيتال اسيستنت، تمام، زي في السيري وزي في البيكسبي الخاص بالسامسونج. قال لك ذا اوراكل كلاود ابلكيشن، في ابلكيشن خاص بالاوراكل انكلود فانكشناليتي اوف انتربرايز تو كرييت شات بوتس اند فيرتشوال اسيستنت. يبقى في سوفت وير، جزء موديول معين في الاوراكل بيساعد الشركات ان يكون فيها شات بوكس تخش وتعمل كوميونيكيت مع الكاستمر. شات بوكس از سوفت وير ذات كان كوندكت ا كونفرجن، سوري كوندكت ا كونفرزيشن، تعمل محادثه فيا اوديوتري اور تكست ميثود. ممكن محادثه كونفرزيشن صوت او بالكتابه، يجي الشخص يكتب وهو يرد عليه. دوت نوع معين من ديجيتال اسيستنت. ات كود بي يوزد ويز كاستمر سيرفيس فور اكويزيشن اوف انفورميشن. طب حضرتك ايه المشكله عندك؟ طب نعمل ايه؟ طب كده، طب وتبدا تتفاعل مع الناس. تاني حاجه قال لك الماشين فيجن. الماشين فيجن بقى، شفت انت الدراع اللي كان في اندستريال روبوتس دوت؟ قال لك خلاص الدراع دوت حط فيه كاميرا، حط فيه حساسات، حط فيه سوفت وير، بحيث ان هو قبل ما ينزل ياخد حته الحديده دي اللي على خط الانتاج او البلاستيك اللي هيحطها في الماده الخام، يعمل عليها سكان الاول قبل ما ينزل ياخدها، يتاكد هي نفس الشكل اللي هيحطه هنا ولا لا، يشوف الوزن بتاعها هي نفسها ولا لا، يتاكد ان ما فيهاش شوائب، ويقيس بقى ايه، يعمل كل حاجه، يقيس بقى على كده اي حاجه ممكن تحصل بالدراع دوت. تمام. يعمل كواليتي انسبكشن، يشوف لو في الناس اللي بتصنع تلفزيونات، يشوف الكونكتورز والكابلات والحاجات دي متركبه في مكانها ولا لا، ده نوع من الكواليتي كنترول. في مصانع العربيات الكاميرات ديت او الدراع دوت، يطلع كده يبص جوه الفرن ويتاكد ان العربيه مرشوشه كويس ولا لا، يلف حواليها كلها، لو في شوائب او حته ما ترشش كويس يدخلها تاني مره تانيه تترش مره تانيه. في استخدامات كتير جدا بالايه، بالماشين فيجن فيما يختص الحد دي. يبقى قال لك انكلود كاميراز ايمج سنسور اند ايمج بروسيسنج سوفت وير، يبدا يحلل بقى. ماشي. it can automate industrial process such as quality inspection، يعمل check للكواليتي by enabling robots to see their surroundings، يبدا الدراع ده يشوف اللي حواليه ويبدا يعمل كواليتي، ياخد دي يفرز بقى، ممكن برضك يفرز لو في عندك، يحط ده درجه اولى ده درجه ثانيه، ممكن يفرز برضك الحاجات دي. ماشي. it increasingly being used in administrative and accounting application as well، ديت بقى فيما يخص حته الاكونتنج ابلكيشن. ماشين فيجن كان بي يوزد تو انالايز ساتلايت ايمج فور سيفرال بيربس، ممكن يعمل يحلل ساتلايت ايمج اللي هي الشكل المسطح، ماشي، لكذا غرض. ممكن شركه التامين دلوقتي جاي لها عميل عنده كليم، قال لك لا قدر الله يعني بعد الشر عننا وعنك يا رب، البيت اللي هو مامن عليه وقع او الشركه ولعت، فيقدروا هم يبعتوا درون او من خلال الساتلايت يشوفوا فعلا البيت ده ولع ولا لا قبل ما يروحوا يعملوا اي حاجه. لو واحد جاي يامن اصلا مساحه البيت ده، بيرسلوا الدرون، تطلع الدرون فوق العماره تقيس محيط البيت يمين وشمال، تقيس المربع على الشكل المسطح، وتيجي تطلع فعلا الكميه، عدد الادوار، الحاجات دي. يبقى الانشورنس كومباني ايجنت use it to verify property information provided by existing client، الراجل ده فعلا بيتكلم صح ولا لا. investment firm can use it to determine economic trend and forecast retail sales based on number of cars، كل فترة برضك من خلال الستلايت يشوفوا مثلا الباركينج بتاع كارفور وباندا والعسيم وكل المولات الجميلة ديت. لو واحد عايز يعمل investment مثلا في نوع معين من السيارات، عايز يعرف في الرياض مثلا او في السعودية او في مصر في اي دولة ما، يعني اي نوع العربيات المفضل لدى العملاء، هيبعت كل شوية الدرون ده كل ساعة فوق يمشط او يطير تطير يعني، او الستلايت يعمل يمسح او يشوف اكتر نوع عربيات موجودة في الباركينج ويستثمر فيها، سواء كان شركة عربيات او شركة قطع غيار. دوت برضك نوع من الايه، من الاستخدامات اللي ممكن تستخدمها. برضك قال لك تالت حاجة financial institution can monitor the status of project اللي هتعمل ايه for construction lending purpose،
البنوك اللي بتدي قروض الرهن العقاري بتشوف فعلا البناء دوت قائم ولا لا. في مصر مثلا مشروع ابن بيتك، لو حد فيكم يعرف ان ابن بيتك كان يقول لك مثلا البنك هيديك قرض لما تبني الدور الاول يديك مثلا 70,000، خلصت يديك مثلا 50,000 لما تيجي تبني الدور الثاني، خلصت يديك مش عارف ايه. هي ديت برضك ممكن البنوك تستخدمها، تبعت الدرون تصور تشوف انت فعلا بنيت وعملت الحاجات دي ولا لا. بعد كده بقى هو مش هيروح الموقع بنفسه يضيع وقته، المحاسب يروح يضيع وقته ويعمل كده، لا هو قاعد في المكتب هيطير ويشوف ويعمل ويقيس المساحة ويقيس عدد الأدوار ويعمل الحاجات دي كلها، يشوف البرسنتج اوف كومبليشنز، المعيار الاعتراف بالإيراد اللي درسناه في سيكشن ايه، انت المستخلصات اللي الدولة هتصرفها لك لو انت بتتعامل مع دولة، ازاي هيعرفوا ان انت فعلا مكمل نسبة اكتمال بنسبة 40% او 50%. برضك من خلال الديجيتال ايمج يروح يشوفوا المبنى اكتمل بناءه ولا لا ويحاسبوك بناء على نسبة الاكتمال ديت. تمام، يبقى اساسس ديجري which project is complete for accounting purpose دوت من النواحي المحاسبية. طيب ماشين فيجن كان بيوز تو اوتوميت دوكيمنت اكستراكشن، دوكيمنت داتا اكستراكشن. عارفين ان لما يجي حد اللي يعمل سكان، لما تيجي تعمل سكان لفاتورة مثلا او لسند قبض او اي حاجة، الكمبيوتر دلوقتي او الماشين فيجن بيعمل اكستراكت للداتا، بيبيبليت الداتا ديت ويدخلها خانة التاريخ، يدخلها في التاريخ والمبلغ يدخلها في المبلغ. حتى برضك انت دلوقتي مش مضطر ان انت تختار تعرفه ان ده مديول الاكاونتنج بيبل علشان تدخل عليه سند القبض ده او دوت مديول كذا، هو مجرد ما انت بتدخل له الفواتير يعني او سندات القبض او اي حاجه يعمل لها سكان بيفقطها في اماكنها اوتوماتيك بدون ما حد يختار. برضك ان هو هنشوف دلوقتي ان الهاند ريتن برضك لو جالك فاتوره وعليها بي او مكتوب بالقلم، برضك السوفت وير بيبيليت الداتا اللي مكتوبه بالقلم ديت ويبدا يفقطها يدخلها في البيرشس اوردر، يقول لك رقم بيرشس اوردر كان كذا مع انه مش مكتوب بالكمبيوتر، وورق مش حراري يعني مش لازم يكون حبر حراري، اي حبر برضك يشوفها. يبقى اوتوميت داتا انتري اند اناليسيز. وفي هنا مثال جابه لنا من كتاب جلايم، قال لك ان لو شخص حب يعمل ايداع بشيك، في دلوقتي مكان الخدمة الذاتية بتروح بالشيك بيكون في رقم حساب، طبعا الشيك مكتوب فيه رقم حساب الشخص صاحب الشيك دفتر الشيكات، ولو انت هتودع في حساب شخص معين بشيك برضه فيكون الشيك فيه رقمين حساب، انت بتاخد الشيك ده بتحطه في المكنة، المكنة ببيليت الداتا ديت بتعرف رقم الحساب اللي هيتخصم منه ورقم الحساب اللي هيتودع فيه، والهاند ريتن المبلغ والتوقيع والحاجات دي بتطابق التوقيع وتشوف الحاجات دي. في دنيا تانية يا جماعة، تاخد البيانات دي كلها وتودع وتعمل الحاجات دي كلها وانت واقف مكانك من غير ما حد يشوف الحاجات دي بعينيه، انت الشخص بقى المحاسب او المدقق بقى يروح يراجع بقى على الحاجات دي، يراجع على المكنة دي. تمام، information obtained from document image is automatically assigned to applicable accounting general ledger. الاكسبنس هيروح الاكسبنس ريبورت، الفيندور انفويس في الفيندور انفويس، الكاستمر بيمنت كل واحده فين في الاتجاه بتاعها. يبقى بي ديبوزيت شيك، الناس اللي بتودع بشيك في الاي تي ام دوت، المثال اللي جبته لكم من كتاب جلايم. تمام، فبيقول لك ان الشيك بتاخد البيانات من الشيك ديت وتودعها ذا باير اند باي بانك اكونت اند ريكوردد ديت فيما يخص المثال ده. قال لك ذا ماشين فيجن كان even read handwritten text، لو مكتوبة بالإيد بتقراها برضك في الماشين فيجن بتقراها. accountant can be spend their time reviewing. أيوه هنا بقى دور المحاسب بقى، طب ما هنا الآلة بتعمل كل حاجة، ما المحاسب ده هيعمل إيه؟ بس فضيلي بقى، قال لك فضيلي بقى المحاسب ده هيعمل حاجة تانية، يعمل ريفيو بقى. ما هو في في وظائف، أي نعم وظائف اتشالت المحاسب مش هيعملها، في ناس نقصت، بس في وظائف تانية استحدثت، ما التكنولوجيا ديت مش يعني مش حاجة كده هتوقف الدنيا، لا في وظائف اي نعم اتشالت، في وظائف تانية استحدثت، وظيفة الداتا انتري دي خلاص ما عادش حد اسمه داتا انتري، لكن في وظائف تانية جديدة. قال لك الاكونت هيعمل ايه بقى، ايه spend their time reviewing، يراقب بقى and ensuring the accuracy of field entered، يراقب بقى يشوف البيانات الحاجات اللي دخلت في الفيلدز دي الارقام مظبوطة ولا لا، التوتال مظبوطة ولا لا، يبدأ يراقب الحاجات دي.
ماشي entered by machine learning software and greater insight can be gained from data analytics. برضك هيعمل data analytics. تمام؟ مين اللي هيعمل الحاجات دي؟ الاكونتنت. تمام؟ ديت النقطة رقم 3 اللي هي الماشين فيجن. طيب رابع نقطة معانا الماشين ليرنينج. تمام؟ فقال لك ان الماشين ديت ممكن تتعلم بناء على الخوارزميات اللي عندها وتحلل الداتا وتتعلم وتطلع لك الناتج او الرقم. تمام؟ احنا كل ده يا جماعة لسه في الويك ارتفيشال انتليجنس، ما دخلناش في سترونج، كل ده احنا في الويك، ولكن سمارتر بقى الويك ده بس مور سمارتر. كمبيوترز كان ليرن باي يوزنج الجوريزم تو انتربريت داتا، ماشي، تحلل بقى البيانات ان اوردر تو بريدكت اوت كام، تحلل الداتا وتتوقع الترند بقى، ماشي، اند ليرن فروم سكسس اند فيلير. هتحلل الداتا ديت ازاي؟ هتشوف من الباست الحاجات الهيستوريكال داتا اللي عندك وتشوف، انتوا عارفين لما شفنا في الريجريشن اناليسيز النقط الهيستوجرام، النقط بعد كده يجي الهيستوجرام يعمل لك خط بقى الترند، يعرفك ان في المستقبل نسبة المبيعات هتبقى كذا السنة الجاية، او المصروفات بتاعتك او الكاش فوركاست. فالترند ده اللي بيعرفه ممكن الماشين ليرنينج تعرفك، تطلعك نسبة البادجكت او اللي هيحصل لك السنة الجاية ايه، كله في علم الغيب طبعا استغفر الله العظيم، بس يعني بتعرفك الترند يعني ماشي ازاي، طالع ولا نازل ولا رايح في ده، بحيث ان تقدر تلحق نفسك يعني. كمبيوترز كان ليرن تو بيرفورم ريبيتابل، ماشي، ريبيتابل اند تايم كونسيومينج جوب ساتش از فولون. يبقى الكمبيوتر هتعمل ايه بقى؟ ايه هتعمل؟ الريبيتابل اند تايم كونسيومينج جوب اللي هي الشغل. قال لك بقى هتفضلي الناس دي، مش الناس دي هتفضل طول عمرها قاعده داتا اندري، ما انت كده يومك كله ضايع في الكتابه. لا، الناس اللي بعتوا له الدرون دوت علشان يصور السطح من بره، ما هو وفر لي وقت علشان اروح واجي ضيع اليوم كله، انما وانا قاعد في 10 دقايق اقدر اصور المسطح بتاع البيت، بعدين اتاكد من الاوراق اللي مقدمها لي العميل، خلاص مجرد توقيع، ممكن اروح له مكانه او هو يجي لي وتبقى مجرد توقيع وامضاءات ورقيه، يبقى وفر لي وقتي، بدل ما اخلص عميل واحد في اليوم، لا انا ممكن اخلص 50 60 عميل 200 عميل لو انا موظف واحد. تمام؟ يبقى الكمبيوتر هيعمل بقى ايه؟ قال لك checking expenses report. computers can read receipt، يقرا الريسيت، audit expense reports and analyze it، يعمل يدقق على تقرير المصروفات ديت ويحللها، وبعدين identify disbursement not in compliance with the company expense policy، ولو في اي مشكله يوديها يعمل عليها فلاج علشان الهيومن او المحاسب يعمل لها ريفيو او يراقب عليها يعني. هنشوف دلوقتي الكلام دوت معانا ايه. برضك analyze payment received on invoices. عارفين لما يبقى حد، لو انت عندك مثلا عميل اخر عنده اربع خمس ست فواتير ما دفعلكش حقهم، فانت بتبعت له بقى ريمايندر، انت مش معقول يا جماعه انت الحد الائتماني بتاعك دلوقتي وصل مثلا، وصل مليون جنيه مثلا او وصل 2 مليون جنيه، يعني ما ينفعش بقى خلاص لازم تسدد الجزء اللي عليك. جه العميل راح مديك مليون جنيه، فانت بقى كمحاسب هتقعد تشوف مليون جنيه بتاع كام، انهي فاتوره، تقعد تجمع بقى الفواتير وتعمل اساين بيمنت، يعني انت عايز لازم تقفل الاوبن انفويس دي، لازم تقفلها تعملها مسدده. الماشين ليرنينج دلوقتي بيشوف، بتاخد انت مليون جنيه دي، هو بيقول لك المليون جنيه تمشي مع الاربع فواتير دول، يوم جاي مقفل لك اربع فواتير، يقول لك مثلا باقي 100000 ده داون بيمنت للفاتوره الفلانيه، هو الماشين ليرنينج بيقفل لك الدنيا دي كلها لوحدها، انت مش مضطر تعمل الحاجات دي كلها. فقال لك ان كاستمر ميكس ا بيمنت ذات نيد تو بي ابلايد تو مالتيبل انفويسز اور ذات دازنت ماتش اني سنجل انفويس، المبلغ ده مش مطابق للفاتوره لوحدها، ان ذا سيستم سمارت ماشين كان انالايز ذا بوسيبل انفويسز اند ماتش ذا بيمنت to the right combination of invoice. يقول لك دوت بتاع الفواتير دي، جمع الاربع فواتير دول، دوت المبلغ بتاعها، السيستم بيعمل لك كده. تالت نقطه قال لك ريسك اسسمنت، بيحلل بقى الباست الهيستوريكال داتا ويشوف، يبدا يعمل تقييم للمخاطر اللي ممكن تواجه الشركه، يعمل ريسك اسسمنت. يبقى ماشين ليرن كان بي يوزد تو كومبايل داتا فروم كومبليت بروجكت تو بي يوزد تو اسس ريسك in the proposed project، يقارن بين الحاجات الهيستوريكال ويبدأ يطبقها على الحاجات الجديدة. تمام؟ reducing fraud، وديت نقطة مهمة جدا، عملية reducing fraud، ودي اشترك فيها
وايلي واشترك فيها جلايم، كلمة ريدوسينج فرود دي، فان هي بتساعد المحاسبين في انها تعمل داتا اكستراكشن وانها تعمل ريدوسينج فرود، ان احنا نستخدم الارتفيشال انتليجنت في كده. فازاي ريدوسينج فرود؟ ازاي؟ انت عارفين ان لما بيجي عندك الاوديتور علشان يراجع سواء انترنال او اكسترنال بياخد سامبل معينه، مش بيراجع طبعا على الشغل بتاع السنه كلها، بياخد سامبل من ايه، من شهر كذا، سامبل من شهر كذا، 3 4 فواتير، يشوف في 3 واي ماتش ولا لا، يشوف كميه متطابقه مع البيرشيس اوردر، مع الحاجات دي، مع والتريجري عمل لها بيمنت واتسجلت مظبوط والحاجات دي كلها. درسنا مع بعض فاكرين الامبيدد اوديت موديول، هي دي بقى الامبيدد اوديت موديول ديت الماشين ليرنينج بيعمل بقى ايه. الامبيدد اوديت موديول مش هيراجع بقى سامبل، لا يا حبيبي، ده هيراجع على كل حاجه، اي فاتوره، اي حاجه، اي بيانات ادخلك عندك على السيستم هيراجعها. يبقى جنرالي اوديتور ار كابابل اوف ريفيوينج اونلي سمول فراكشن اوف ديسبيرسمنت اللي هي السامبلز بس، بياخد فيندور انفويس والكونتراكت بيمنت والامبولي اكسبنس والريبورت مانوالي دوت لو مانوالي، تمام. لكن مع الارتفيشال انتليجنت بقى هيعمل ايه؟ هاز كابابيلتي اوف ريفيوينج ذا انتاير بوبيوليشن اوف دوكيمنت، عفوا، يعني هيراجع الدوره بتاعت المستندات كلها، هيراجعها كلها، اند ريكوجنايز كويشنبل اكسبنس، لو في عندك اي اكسبنس نوت كومبلاينس، يعني حاجه عاليه، في حاجه متكرره، بيمنت اتدفع مرتين، كميه مش مطابقه مع البيرشس اوردر، مع الكميه اللي في العميل وردها، يعمل عليها ريد فلاج، بعد كده يرسلها للهيومن للمحاسب يعمل لها ريفيو يراجع عليها. يبقى لما يجي المدقق بقى هيروح يراجع، هيراجع على الحاجات اللي معمول عليها فلاج بس، مش هيراجع على كل حاجه، تمام. يبقى ديت اللي انا بقول لكم عليها في النقطه رقم واحد، انا قلت لكم اقول لكم عليها دلوقتي، اللي هي دي، اللي هي شيكينج اكسبنس ريبورت، تمام. يبقى هيعملوا عمليه ايه، ريديوسينج فرود، تمام. يبقى قال لك النقطه رقم خمسه بقى الداتا اناليتكس، هتستعمل بقى الداتا اللي طالعه لك دي تحللها بقى، هيعمل لها فيجوالايز علشان تشوف الترند، تشوف الفاريانس، تشوف الحاجات دي كلها، تبدا تحللها بقى مين السبب الحاجات دي. انت كنوع كهيومن تقدر تعمل جادج، الجهاز مش هيعمل كده. يبقى يوزنج افيلبل داتا ماشين كان ليرن تو بيرفورم وان تايم اناليتيكال بروجكت ساتش از هاو ماتش ذا سيلز اوف ديفيجن هاف جرون اوفر ا بيريود اوف تايم، يعني نسبه المبيعات خلال فتره معينه ديت زادت قد ايه، or what the revenue from sales of specific product was during a period، تمام. دوت الداتا اناليكس لسه هندخل فيها قدام، مش عايز ادوشكم بيها دلوقتي. البنك ريكونسيليشن برضك الماشين ليرنينج بيعمل بنك ريكونسيليشن، تمام. ديت استخدامات الماشين ليرنينج والماشين فيجن فيما يخص المحاسبه، تمام يا شباب. النقط الزرقاء ديت هي بس اللي المطلوب تعرفها، لو جالك سؤال في الاساي هيقول لك اذكر لي 3 نقط، والله هتذكر النقط الزرقاء دي. حبيت تجود بقى عندك وقت، ممكن ترجع تاني للسؤال وتجود بقى، تشرح بقى تقول له والله ممكن في الداتا اكستراكشن وتدي له مثال بتاع الاي تي ام، تروح عند الفرود وتقول له ان ده ما بياخدش، بياخد سيمبل من كل عينه، لكن الارتفيشال انتليجنت هيعمل اوديت على كل البوبيليشن، يعني تبدا تتكلم بقى عن كل واحده شويه، لكن الاساس مع النقاط الرئيسيه بس. طيب انا ضعيف في الانجليزي مثلا، يعني انا ضعيف في الانجليزي وخايف اغلط اخطائي كتير، خلاص ما اقعدش اجود بقى من دماغي. انت لو كتبت النقاط الرئيسيه دي بس ممكن تاخد الفول مارك في الاسي، لكن لو انت كتبت النقاط الرئيسيه وجيت وانت بتشرح قعدت تكتب بقى انا وهو قال لي، وقعدت تلف وتدور على الشخص اللي بيصحح، الاسي ده انسان بني ادم يعني، فهيلاقي اخطائك كتير، ممكن ينقصك درجات. فاحيانا اللي بيختصر بيسلك، واللي بيبهو الدنيا ديت بيجيب درجات اقل شويه. فلو انت فاهم او ما او كتابتك كويسه، حاول تختصر قد ما تقدر وتكون الاجابه نموذجيه ومركزه، تمام يا شباب. طيب دور بقى الارتفيشال انتليجنت والاكاونتنج، هل هي هتشيل الاكاونتنج خالص ولا
بتحسن عمل الاكونتنت من خلال اللي احنا شفناه. هو دلوقتي عايز يطمنك، هو بيقول لك هنا ان الارتفيشال انتليجنت ديت مش هتضيع المحاسب، لا ده بالعكس، ده في شغلانات جديده هتطلع في السوق. فقال لك ارتفيشال انتليجنت انيبل روبوتس ويل نوت ريبليس اكونتنت، مش هتبدل المحاسب، بات زي ويل سبتنشالي ترانسفورم وات اكونتنت دو، جزئيا بس هتبدل اللي المفروض المحاسب هيعمله. تمام، يبقى هي مش هتشيل مهنه المحاسبه. اللي هيقول لك بقى اللي المحاسبه راحت، زي ما في واحد في محترم في مجلس الشعب قال لك ده المحاسبين خلاص، مهنه المحاسبه من القضاء ومهنه المحامين. الناس اللي بتتكلم يقول لك ده البلوك تشين والحاجات دي هتشيل عمل المحاسب خالص او عمل اوديت، لا الحاجات دي بتسهل شغلنا يا جماعه، لكن مش هتقضي على شغلنا، الحاجات دي هتسهل العمل بتاع المحاسب. انت دورك بقى ايه؟ تجادج، تفيجواليز، تشرف، تتاكد ان الداتا دي طالعه صح ولا لا، تاوديت. يعني احنا زمان كنا نسمع ان ماكينه الاي تي ام ديت هتلغي دور الصراف خالص، التيلر خلاص مش هيبقى فيه تيلر، بحلول 2020 مش هيبقى فيه تيلر. احنا في 2021 دلوقتي، والبنوك فروعها بتزيد وكلها بتطلب تيلرز. المكاين ديت التيلرز دي مش فيه، الاي تي ام دي مش فيه تيلر هو اللي بيروح يغذيها يعبي فيها فلوس، مش في التيلر دي الاي تي ام دي مش محتاجه حد يراجع عليها. بس يعني ده اجابه منطقيه، فما فيش ماشين هتبدل عمل الانسان، ولكن عمل الانسان اذا انتفى خالص، لا في حاجات تانية بتستحدث، زي ما وظائف بتروح في وظائف تانية بتستحدث. يبقى accountant can focus less on task that can be automated، يبقى تركيزهم قليل شوية من التاسك اللي ممكن تتعمل automated دي، and more on work such as advisory service، هتبقى ايه شغال advisory service. تمام، يبقى انت بقى ايه تنصح بقى، that can be done only by human، يبقى انت ايه تنصح، لا والله المفروض نعمل كذا، لا المفروض نعمل كذا، يبقى انت ايه تبقى advisory service. إيه برضك قال لك تاني حاجة، accountant will need to monitor the interpretation of data processed by artificial intelligence، لازم المحاسب هيراجع على الداتا دي، لازم هيتأكد ان الداتا دي داخلة مظبوط ولا لا، ماشي، to ensure that it contain to be useful for the decision making، الداتا ديت فعلا اللي طالع لك دي ممكن تستخدمها في اتخاذ القرار. ودوت المهمة الرئيسية والأساسية في اللي احنا بندرسه ده، ان الداتا اللي طالع لك دي تساعدك في اتخاذ القرار. accountant will need to embrace artificial intelligence، لازم بقى هنا بقى ايه قال لك ان المحاسب لازم تبقى انت keep current مع new technology. اي يا جماعة انا بنصحكم دلوقتي، والكتاب برضك بنصحكم اهو، بقول لك اي حاجة خاصة بالنيو تكنولوجي، بالارتفيشال انتليجنت، داتا اناليتكس، داشبورد، اي كورس من الكورسات دي يا قدامك وانت فاضي دوس فيها يا معلم، الحاجات دي هتفيدك، ان ما فيدتش دلوقتي هتفيدك في المستقبل، لان قدام هيجي وقت معين الناس اللي مش كارنت بالتكنولوجي ديت خلاص هتبقى اوت. لازم انت تحدث نفسك، تخلص الشهادة بسرعة، بحيث ان انت تواكب التطور في اسرع وقت ممكن. اللي احنا فيه دلوقتي زمن الكورونا دوت، خلاص الناس اللي كانت شغاله دفتريا خلاص الشركات ديت وقفت، لكن الناس اللي عندها اي ار بي سيستم وعندها مرتبطه بالكلاود، خلاص الناس دي دلوقتي شغاله من البيت. فتخيل كده واحد عنده شركة مثلا شغال دفتريا او بالاكسل مثلا، وعنده دفاتر، دفتر النملية ده لو حد عارفه بتاع زمان ده، تخيل انت شايل دفتر النملية ده وحطه في عربيتك او راكب مواصلات رايح جاي بيه، عايز لك كام دفتر؟ عندك كام محاسب؟ الدفاتر دي هتشيلها ازاي؟ دفتر اليومية ودفتر الادارية والعمومية وبيع والتوزيع كام دفتر هتشيله كده وانت ماشي؟ دفتر 12 متر قد كده ده. فاللي حصل اليومين دول خلى التطور اللي كان المفروض هيحصل بعد 10 سنين، لا خلاها يحصل بعد 5 سنين. فلازم نكون احنا على طول مواكبين التطور التكنولوجي.
يبقى accountant will need to embrace artificial intelligence، لازم تمارس ال artificial intelligence، keep their artificial intelligence and analytical skills current، تكون محدثة باستمرار، and be adaptive and innovative، تكون innovative in order to remain competitive، علشان تكون مميز. تمام. برنامج، اي حد بيشرح برنامج الباور بي اي ده برنامج من ضمن برامج الداتا فيجواليزيشن، دوس يا معلم. اي حد بيشرح ده الداشبورد بالاكسل، دوس. في برامج كتير جدا اتعلمها، بس عشان يبقى عندك نوليدج، حته اللي انت تحطها معايا عندك كده في السي في، حته اي تي كده، دي في حد ذاتها يعني دي حاجه كويسه ليك، دي نوليدج كويس ليك، حتى لو انت مش هتستخدم السوفت وير ده، بس يبقى عندك بيزكس او يعني حاجه كده لحد ما لو انت رحت اشتغلت على سوفت وير تاني او على حاجه تانية، هتبقى هيتساعدك او هتسهل عليك الامور، هتفهم عليك الدنيا انت ايه اللي هتدرسها دلوقتي وانت فاضي. ماشي يا شباب. يبقى دوت الارتفيشال انتليجنت اند اكاونتنت. طيب في بعض الكونسيدريشن او في حاجات لازم نحطها في اعتبارنا، الحته ديت يعني ممكن تكون مش مركزه قوي في الليرنج او كام ستيتمنت، يعني مش مطلوبه منك، تمام، لكن اتس جود تو هاف، ممكن تيجي لك في الام سي كيو. فبيقول لك ارتفيشال انتليجنت كان بي اكسبنسيف تو امبلمنت، معروف طبعا يعني ما فيش حلقه من غير نار، فكان بي اكسبنسيف تو امبلمنت ديو تو سوفت وير ديفلوبمنت كوست، دوت الكوست بتاع الديفلوبمنت عالي، اند لاك اوف انجينير اكسبيرينسد بروجرام، الناس اللي بتبرمج الحاجات دي ما فيش اكسبيرينسد بروجرامرز كتير موجودين في السوق ان هم يساعدوك تعمل حاجه زي كده. بردك بروسيسز شود بي ري ايماجين وير بوسيبل راذر ذان جاست يوزنج ذا ارتفيشال انتليجنت تو ريبليكيت اكزيستنج بروسيس. ما جيش انا بقى عندي مثلا السيستم بتاعي او السوفت وير بتاعي بيهندل البروسيس والعمليات والحاجات بتاعتي دي مثلا 100 عمليه في اليوم او 1000 عمليه في اليوم، واجي اقول لك انا هطبق ارتفيشال انتليجنت، والاقي السيستم الارتفيشال انتليجنت اللي انا طبقته ده بيعمل لي بردك ال 1000 عمليه اللي انا كنت بعملهم قبل كده، ايه فائده التطور في كده؟ يبقى لما اجي اطبق الارتفيشال انتليجنت عندي لازم اتاكد ان هو هيزود لي الكفاءه وهيزود الفاعليه وهيزود البرودكتيفيتي، هيقلل الكوست، هيقلل الوقت، يبقى لازم اتاكد من الحاجات دي. يبقى هنا لازم يكون عندي تصور الاول، ماشي، ان اللي انا هطبقه ده هيفيدني ولا لا، تمام، لان لو مش هيفيدني يبقى ما طبقهوش، ملوش لازمه. بردك قال لك activity to be performed by artificial intelligent should be those that are standardized and not often changed. الخطوات او القوانين اللي الارتفيشال انتليجنت سوفت وير ده شغال بيها لازم تكون ستاندردايزد، ماشيه على طول باستمرار بنفس النمط، ما يجيش تتغير، تكون ماشيه بنفس النمط باستمرار. النقطه رقم 4 قال لك البروسيس ذات ار اوتوميتد شود بي فولي دوكيومنتد، يكون عندي دوكيومنت بكده بحيث ان انا لو لا قدر الله الدنيا وقعت اعرف الحق نفسي بسرعه، يكون في بوليسي، يكون في سياسه معينه تكون مكتوبه ان السوفت وير ده بيمشي اجراءاته كذا كذا، 1 2 3 تسطيبه كذا، الفيندور كذا، يكون في بوليسي معينه مكتوبه بحيث وبرضك لو انا عندي سوفت وير يكون عندي نسخه نظيفه عينها عندي مع اللايبريان، يبقى دوت كفول دوكيومنتد، يكون عندي السوفت وير متعان منه نسخه وبرضك يكون في دوكيومنتد ورقي بالاجراءات المتبعه في الامبلمنتيشن الخاص بالسوفت وير دوت. إيه لو انتوا عايزين تعرفوا الدوكيومنتيشن، خاصيه الدوكيومنتيشن ديت درسناها مع بعض في سيكشن اي في السيستم ديفلوبمنت كنترولز، تمام، موجود فيها نقطه الدوكيومنتيشن دي. قال لك 5 حاجه الداتا كواليتي، لازم اتاكد من الكواليتي بتاع الداتا سواء الانبوت او الاوتبوت، ان جاربج ان جاربج اوت، لو انا حاطط الداتا مش مظبوطه هتطلع لي بردك الداتا مش مظبوطه، لو حصل ايرور في السيستم مثلا ودبل لي في البروسيسنج دبلها لي مرتين، وانا مثلا بعمل بروسيسنج ل 10 فواتير اصبح السيستم هيسجل عنده 20 فاتوره، امتى هلحق نفسي، امتى هكتشف الخطا ده؟ يبقى لازم امونيتور على طول
انا بقى كمحاسب انا مونيتور، انا على طول مونيتور، على طول براقب او شايف الحاجات دي شغاله ازاي وماشيه صح ولا لا. يبقى داتا كواليتي بوث انبوت اند اوت بوت ماست بي ريفيود، تمام. بوتنشال اكسبشن اند ايرور ريكوايرنج هيومن انترفينشن ماست بي ايدنتيفايد اند انفستيجيتد. يبقى لازم يكون في هيومن انترفينشن، مفيش حاجه اسمها without human intervention اللي قال لك عليها في الـ strong artificial intelligence. لذلك الـ strong artificial intelligence دوت مش موجود في الحقيقي، دوت بس في الخيال لسه ما تطبقش، تمام. كان معكم محمد حسين ودي قناتكم ارن سي ام اي فور فري. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.